ارتئينا احنا كطلبه وكمسؤولين موجودين في المستشفى نقدموا المساهمه اليوميه، احنا يوميا تقريبا، ولكن في هذه المناسبه حبينا انه نديروا انجاز اعلامي اكثر باش نبلغوا باللي راهي مسؤوليه الجميع، علينا ان نحافظ على المستشفى لراحه المريض ولراحه العامل في المستشفى على حد سواء، وهذه راهي مجهود يومي وحرب يوميه لمكافحه هذه الامراض اللي تسببها سوء النظافه ونقص النظافه الاستشفائيه.